certainly me who did the CrowdStrike modification that caused all this worldwide. أربك العالم وادعى أنه من أحدث الفوضى بتسببه في خلل تقني كان الأكبر في التاريخ. ادعى في تغريدة له حققت ملايين المشاهدات بأنه كان يومه الأول بالشركة، وظهر في فيديو تحمل فيه المسؤولية عن أكبر انقطاع لتكنولوجيا المعلومات على الإطلاق. Well, I worked in the morning, did a small update, and then went home. And then they called me back today, indeed telling me that I really need to come back. It really wasn't even to congratulate me. I thought it was as if it was. So now I'm just waiting for my termination documentation. فينسنت فيليبس تي بات المطلوب رقم واحد لمن عانوا الانهيار التقني العالمي، وبات المسؤول عن ظهور شاشة الموت الزرقاء على أنظمة آلاف المستخدمين. لكن حقيقة الأمر أن فينسنت استغل ما حدث وادعى بأنه المسؤول، لكن ليس له علاقة بما حدث فعلا. ففينسنت كاتب ساخر يدير موقعا بلجيكيا للأخبار الهزلية، علل ما قام بفعله بأن الناس يحبون دوما وجود جان أو مذنب يأتي في خضم ضجة كبيرة يحتاج الناس فيها بشدة إلى الحصول على معلومات جديدة. المخادع يدرك تماما أن الثقة أساس الخداع، وربما ثقة فينسنت جعلت البعض يأخذ كلامه في تغريداته بجدية. وفي هؤلاء يصدق المثل القائل: لا تصدق كل ما تسمعه أذناك، وصدق نصف ما تراه عيناك، واترك الباقي لعقلك.